بعد تطبيق نظام حجز مواعيد التسوق في الجمعيات التعاونية عبر الإنترنت للحد من الازدحام وضمان التباعد الاجتماعي، يبرز هنا الدور الحيوي والمحوري الذي يلعبه التسوق الذكي. فبعض ربات البيوت يذهبن إلى مراكز التسوق دون تخطيط وإعداد قائمة للمشتريات الغذائية، الاعتماد فقط على الذاكرة أو التسوق العشوائي. أنا أروح الجمعية يوم وترك أو بعد 3 أيام على حسب الظروف، أنا ما أمسك ورقة وقلم، بس أنا على التفكير اللي معتازت لا أخذه. بينما يرى البعض أن إعداد قائمة المشتريات قبل الذهاب للتسوق تعد من أهم وأبرز معايير التسوق الذكي ويجب أن تطبق، وخاصة في ظل هذه الظروف. أرتب الأغراض حسب الأرفف بحيث أني أنا ما أحتاج أني أطول، أخذ أغراضي بالضبط بالترتيب وأطلع على طول. أكتب ورقة يعني مرتين بالأسبوع، يعني ساعات يمكن شيء ينقص في شيء أي بسرعة أخذه وأطلع، يعني بعد قبل الزحمة أي. أنا طبعا أجهز أغراض يعني قبل بيوم، أكتب الأغراض اللي محتاجتها وأدخل بكل سهولة والحمد لله يا رب العالمين. أخصائيو التغذية أكدوا بدورهم أن التسوق الناجح يبدأ من المنزل، فإن أعددت له بشكل ذكي ينجح حتما ودائما. الواحد يرتب أموره قبل لا يذهب للجمعية، يكتب شنو احتياجاته اللي هو يحتاجها بالإضافة إلى احتياجات كافة أفراد الأسرة، لأن أنت عارفة الأسرة تتكون من أعمار كثيرة، إن روحة الجمعية لازم يكون لها قوانين، إن لازم أنا أعقم اليدين جيدا، ألبس الجلافز، ألبس الكمام. في ظل هذه الظروف من الأفضل التسوق مرة واحدة في الأسبوع لشراء الأغذية الضرورية الأساسية كالخضار والفواكه والمخبوزات، بينما هناك منتجات قابلة للتخزين يمكن شراؤها مرة واحدة في الشهر. تتقسم المشتريات إلى مشتريات شهرية، مثلاً عندنا الأرز، الحبوب الجافة، المعلبات، هذه ممكن أنا أقدر أشتريها لمدة شهر، لكن عندنا اللي هي الخضار، مجموعة الخضار والفواكه بالإضافة إلى المخبوزات مثل الصمون، التوست، الخبز، هذه يمكن صلاحيتها قصيرة، تأخذ من 3 إلى 4 أيام. الالتزام بالإجراءات الوقائية أولاً والتخطيط لرحلة التسوق لاختصار الوقت والجهد والمال. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.